إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج الخاص حول متحف عمان عبر الزمان. هذا المتحف الذي تشرف بالافتتاح والرعاية الكريمة تحت الرعاية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. إذن علي، إحنا نعم. شفنا هذا التقرير حول قاعة التاريخ، ولكن نعم. أنا وأنت تمشينا أيضا في هذه القاعة. لو سألتك إيش أبرز شيء لفت انتباهك في هذه القاعة؟ والله كثير من المعروضات واللقى الأثرية الموجودة في هذه القاعة. أنا أيضا شدني هو اهتمام القائمين على المتحف بأصحاب الإعاقة، ذوي الإعاقة، بإتاحة صحيح. المجال لهم من خلال بعض المجسمات التي تحاكي اللقى الحقيقية. صحيح. أيضا هناك سفينة وهناك السفينة اللي هي تمثل عصر مجان. أيوة. نعم. وفي أكثر من جانب، إحنا ما نحاول يعني نكشف كل أسرار المتحف. بالعكس، أنا حابة أشوق المشاهدين عشان يزورون المتحف من خلال كذي نسرب لهم بعض صحيح. التفاصيل الجميلة اللي يحتويها هذا المتحف العظيم، يعني بمكوناته أكيد بمحتوياته القيمة، وهي ما جاءت إلا من تاريخ عمان أكيد. الأعظم أكيد. يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي موجودة اللي هو تعرف غذاء الآلهة؟ جديدة هذه، يبغى لنا نرجع مرة ثانية. أيوة، غذاء الآلهة اللي هو اللبان، كثير من المحتويات اللي كانت طبعا هي. عمان تشتهر بتصديره في العصر الحديدي تحديدا، وأكيد يعني خاصة في اللي هو قسم التاريخ. نعم. في العديد من المعلومات اللي ممكن تتعرفون عليها أكيد. لكن بداية خلونا نتعرف على المتحف بشكل عام، مكونات قائم على المشروع بكل تأكيد. صحيح. نعم. صحيح. نعم. نرحب بمدير عام متحف عمان عبر الزمان المهندس اليقظان بن عبد الله الحارثي. مسي عليك بالخير بداية، ونبارك لكم هذه الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة بالأمس لافتتاح هذا المتحف وأيضا زيارته لمعظم أركان هذا المتحف. مساء الخير، ومساء الخير لمتابعينا. الحمد لله رب العالمين، اليوم افتتح متحف عمان عبر الزمان تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق، ربي يحفظه ويكرمه إن شاء الله. طبعا حفل الافتتاح هذا البهيج حفل لعمان كامل. هذا المتحف هو منجز للجميع. صحيح. قام بجهود وتكاتف جميع أجهزة الدولة، يعني كان تواصلنا وشبكات تواصلنا مع جميع الجهات، الإعلام والسياحة والتراث والاقتصاد والتربية وغيره، فالكل اشتغل فيه، ما في مؤسسة ما تعاملنا فيها في هذا على مدى 10 سنوات. أيوة. بالضبط بالضبط. لأن المطلوب إبراز منجزات النهضة فيه. فكيف تبرزها؟ لازم تدخل إلى المؤسسات، تبحث في أرشيفهم، تعرضهم بالصورة اللي تليق بعمان عبر الزمان. طبعا هذه المنجزات ما جات يعني من فراغ، هذه عبارة عن جهود لإنجازات شعب كافح للوصول لهذا المنجز. ونحن فقط نترجمه في هذا المتحف لإبرازه لنا وللأجيال القادمة بإذن الله تعالى. لما نتحدث عن منجزات النهضة نتكلم عن سنة 1970، فهنا نستوقف عشان الشخص يفكر، هل نحن بدينا في سنة 70؟ لا، تاريخ عمان أعظم. صحيح. وأكبر من ذلك. الحديث الآن عن 800 مليون عام. نعم. بالضبط بالضبط. وهنا نحن نتكلم عن كيف تشكلت عمان جيولوجيا. فوجود قطعة أثرية تعتبر نادرة جدا تعود إلى 800 مليون عام. وطبعا نحن نتكلم عن أزمنة سحيقة. صحيح. من ملايين السنين، معنا فك فيل، يعني من كان يتصور أنه في عمان في فيلة تم العثور عليه في محافظة ظفار، في محافظة ظفار، وأعطي المسمى العلمي دلالة على ظفار. صحيح. أيوة. ممتاز. فهذا من المقتنيات المميزة. لما نتحدث عن العصر الحجري ونحن مثلناه بجناح المستوطنون الأوائل، معنا في العصر الحجري القديم معنا أداة استخدمت في الصيد،
استخدمت نفس الأداة في الحرث. إذا جينا نشوف تشكيلة الأداة إلى اليوم تستخدم نفس الأداة. فالابتكار اللي صار في العصر الحجري بالأدوات الحجرية ما زال يستخدم إلى اليوم. فكيف الإنسان طور هذه الأداة من لا شيء في هذاك الفترة الزمنية؟ نعم، يعني هي المهندس اليقظان كانت الدهشة الأولى عند الإعلان عن يعني المتحف، اللي هو هذه الجملة أن تاريخ 800 عام أو مليون عام قبل الميلاد، فكان في دهشة كبيرة أنه هل يعقل أن سلطنة عمان تملك هذا القدم التاريخي؟ فكان الجواب أن البداية من العصر الجيولوجي. نعم جيولوجيا. نعم جيولوجيا. لأن نحن نتكلم قبل وجود الإنسان. صحيح. أيوة، فوجود قطعة بهذا القدم جيولوجيا هذا شيء نادر. وكان الاختيار بعناية. صحيح. الهدف الأول التشويق. صحيح. الهدف الثاني الإعلان عن عمق عمان التاريخي، فهذا اللي يميز المتحف. طيب نعود الآن نشاهد أيضا مع المشاهد بعض اللقطات لهذه الجولة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة. نتحدث عن المبنى الآن من حيث الإنشاء، من حيث التصميم، المواد المستخدمة، نتحدث عن هذا الجانب مهندس. خاصة أنه وصف بالمعجزة الهندسية المهندس. نعم نعم، طبعا المتحف كان نتيجة لمسابقة معمارية على مستوى العالم. طبعا نحن أولا تلقينا الأوامر في 2013 بإنشاء متحف يحكي بصوت وصورة تاريخ عمان العريق وتنوعها الجيولوجي والجغرافي، بالإضافة إلى منجزات نهضتها المباركة. هذه الكلمات اللي تلقيناها من جلالة المغفور لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، بدينا نعمل على تفسيرها. مطلوب من المنشآت السلطانية تبني متحف جهة هندسية معمارية، كيف ممكن تبني متحف؟ بدينا نشوف مع شركائنا في اللجان العلمية، عملنا مع علماء تاريخيين على أساس نفهم أكثر، طورنا بعض المحاور والفترات الزمنية، وعيننا شركة متخصصة عشان تحول هذه القصة إلى ما يسمى بالسرد المتحفي. بالضبط. السرد المتحفي. وبعد ما اكتمل السرد المتحفي درسنا السوق في منح. نعم. يعني بعيد عن العاصمة، بعيد عن الخدمات، منطقة معزولة، فهيش تحتاج هذه؟ فعملنا دراسة متكاملة، جمعت الدراسة ووضعت في ملف اللي هو المسابقة المعمارية. جميل. المسابقة المعمارية كانت على مستوى العالم، استضفنا منها 7 شركات اللي تم تحديدها لخبرتها السابقة في بناء المتاحف، واستضفناهم في عمان، خضيناهم جولة مدة يومين في عمان. فالمعمار اللي فاز في المسابقة المعمارية وهو في الطريق من مسقط، يعني شددت هذه الجبال لأن في بلدانهم ما موجود مثل هذا. تصميم المتحف مستوحى من جبال الحجر. فأخذ تصميم المتحف من هذه الجبال. جميل. نعم. فنحن إذا نشوف المبنى يعني يصعد من أقل نقطة ويرتفع إلى الأعلى دائما. فمن هذه الجهة إلى قاعة عصر النهضة. فالكل كان يشوف هذاك المثلث. هذاك قاعة عصر النهضة. وهذه تشير إلى الأعلى. دليل ان عصر النهضة مستمر الى ما لا نهاية، والنهضة مستمرة وفي صعود مستمر. نعم. مهندس، اود العودة لنقطة ذكرتها في غاية الأهمية، هي اختيار الموقع الان هنا في ولاية منح. الى اي مدى يعطي هذا المشروع قيمة مضافة للمجتمع المحلي القريب، سواء في ولاية منح او حتى الولايات المجاورة ايضا؟ نعم، طبعا هو جلالة المغفور له كان مهتم كثير بالمتحف، هو يجاور حصن الشموخ، فطلب أن يكون يجاور حصن الشموخ، وكان يتابعنا عن قرب. نعم. وطبعا نحن عملنا دراسة بعد، ليش هذا الموقع؟ يعني هيش السر في هذا الموقع؟ فأولا كانت الفكرة أن فيه اللي هو الحصن اللي يمثل التراث، حصن الشموخ،
وفي مبنى حداثة. نعم. يكون المتحف متقابلين، وحتى يعني الشارع اللي يفصلهم المسافة بين الشارع والمتحف نفسها المسافة من الجهة الثانية. ليظهر معلمين على الشارع. واحد يمثل الحداثة وواحد يمثل التاريخ، وهذه ترجمة عمان عبر الزمان. جميل. طبعا الدراسات تشير أن محافظة الداخلية هي أكثر محافظة استقطابا للسياحة في عمان، وهي تتوسط بقية المحافظات أيضا. تتوسط المحافظات، والموسم فيها على مدار العام. جميل. فمعك أنت في الواحات والقلاع والحصون. صحيح. هذه صحيح. الفترة الشتاء مزحوم كثير. وفي الصيف أيضا. في الصيف تطلع على جبل الأخضر، جبل شمس، جبل هاط، فمعك تنوع. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن محافظة الداخلية هي المركز القديم. صحيح. للتراث والثقافة، فنشوف القلاع والحصون والقرى القديمة منتشرة بشكل كبير، فالزائر يحتاج لما يوصل إلى عمان، السائح من خارج السلطنة ويوصل إلى عمان ويدخل متحف عمان عبر الزمان بيكتشف هذه المناطق كلها. نعم. من هناك يعني إذا حب يزور أي معلم من المعالم الموجودة في المحافظة الداخلية سهلة الوصول إليها. صحيح. فهنا نحن أردنا أن يكون المتحف يشمل هذه جميع المواقع. جميل جدا. يعني وإحنا نتكلم أيضا عن الإبداع الهندسي لمتحف عمان عبر الزمان، وطبعا استيحاء هذا من البيئة العمانية، أيضا الجميل جدا أن المكونات التي استخدمت لبناء هذا المعلم الحضاري والفكري والثقافي أيضا مستمدة من البيئة العمانية. نعم. نتكلم أيضا عن هذا الجانب. نعم. نحن نتكلم، أنا أرجع لكم على الأمر السامي. متحف يبرز تاريخ عمان العريق. نعم. فإذا نشوف نحن استخدمنا النحاس. صحيح. في الواجهات، بشكل كبير. نعم. يبرز التنوع الجيولوجي في عمان. نعم. هذا الحجر من عمان. صحيح. بالإضافة إلى منقذات النهضة، وهنا نشوف الزجاج اللي يعطي أفق للنهضة، نشوف حضور للأفلاق، نشوف حضور للبان. صحيح. والنباتات أيضا من البيئة العمانية. كل شيء روعي في هذا المجال، وحتى يعني الحجر اللي نشوفه. نعم. هذا نتيجة الحجر اللي استخدم في المبنى الشكل المعين، القطع اللي المفترض أنها ترمى استخدمت في الأرضيات. إذن هي إعادة تدوير واستغلال الموارد. هذا يقودنا أيضا أن هذا المبنى أيضا صديق للبيئة. نعم. نعم. انطلاقا من هذه النقطة أيضا وغيرها من الأمور الأخرى. كثير من الأمور. المصمم راعى تفاصيل كثيرة بحيث أنه يكون المبنى صديق للبيئة. وهذه أحد الأمور. صحيح. طبعاً في أشياء كثيرة استخدمت في المتحف، وفي أشياء كثيرة عملت عليها دراسات وهي جاهزة للتنفيذ، بحيث أن نحن المتحف ما فقط صديق للبيئة، هو مدرسة لتعليم الناس كيف العمارة وكيف أن المباني الصديقة للبيئة ممكن من أبسط الأشياء أنت يعني تحمي البيئة فيها. صحيح. المهندس أيضا هناك حديث عن دور الاستشاريين من داخل السلطنة وخارج السلطنة، لكن أيضا كيف كانت مشاركة الشباب العماني، الشاب المبدع صاحب الفكرة صاحب الإبداع في هذا الصرح المعماري وهذا الجهد الذي بذل هنا في متحف عمان عبر الزمان. نعم. طبعا الشركات الاستشارية يعني دورها كان واضح، ولكن الدور الأكبر الخفي قاموا بالشباب العماني. ممتاز. ممتاز. يعني حتى في الشركات الاستشارية نحن عمدنا على وجود شباب عمانيين يعملوا داخل هذه الشركات الاستشارية. جميل. وقدرنا أن نستغني عن جزء كبير من أعمالهم، لأن الشباب العماني قدر يمسكها ويكمل العمل عنهم. فطبعا في أشياء كثيرة، البيئة اللي هنا في عمان، السوق المحلي يحتاج ناس من عمان،
هم الأدرى، فهذا هو الفارق. المنشآت السلطانية وشؤون بلاد السلطاني معها كادر هندسي ضخم، معها كادر متخصص في العقود، كادر متخصص في التصميم، الكفاءات في كل التخصصات والمجالات، فهذا أعطانا حمل كبير نقدر نناقش ونقدر نتحكم بأي استشاري، لأن نريد المتحف يمثلنا. صحيح. وهذا اللي حدث بالضبط. الاستشاري نعم أبدع في التصميم، ولكن جهد الشباب العماني فيه هو اللي أخرج بهذا الإخراج الرائع. جميل. وهذا الإخراج الرائع شاهدناه من خلال زيارتنا للقاعات اللي موجودة، وأيضا نشاهده طبعا من خلال هذه الصورة اللي يشوفها مشاهدنا الكريم حاليا. بالرجوع إلى قاعات وإخراج القاعات المهندس اليقظان، يعني شفنا تقنيات المستخدمة في، وهي يعني تقنيات حديثة تستخدم في المتاحف الراقية ذات المستوى العالمي، موجودة صحيح. هنا في متحف عمان عبر الزمان. طريقة التفاعل أيضا كانت موجودة بين المتحف والزائر. أيضا نتحدث عن هذه التقنيات، اختيار هذه التقنيات، كيف تم توظيف هذه التقنيات، مثلا اختيار كل تقنية لما يناسبها من جناح معرض إيش ما كان في المتحف؟ نعم طبعا هذه التقنيات نحن قبل كل حاجة رحنا نزور متاحف كثيرة اللي هي المتاحف التفاعلية، بدينا نجمع أفكار للاستفادة من التجارب الدولية والبناء عليها. بالضبط بالضبط. وحاولنا أن نكون الأميز. ممتاز. فجهد اللي بذل في ترجمة قصة السرد المتحفي وترجمة الشواهد اللي هي المقتنيات إلى أفلام. صحيح. إلى مجسمات. إلى قطع ملموسة تراعي فيها جميع فئات الزوار المجتمع، هذا كله يعني بذل فيه جهد كبير. طبعا يعني خزانة العرض الواحدة يشتغل فيها أكثر من شركة. العمل ما سهل. صحيح. ولكن اللي يزور المتحف ما يحس ان هذا عمل شركه وهذا عمل شركه. كل متجانس. نعم. ما فقط هذا، عملنا اعمال فنيه بحيث ان كل جناح انت تعيشه كانك. صحيح. تعيش داخله. احنا فعلا هذا اللي عشناه. فهذا اللي يميز المتحف بخصوص الشاشات، بخصوص التقنيات المستخدمه، الاجهزه التفاعليه، كل شيء مدروس بعناية لإعطاء الرسالة المطلوبة من هذا. ونحن حاولنا أن نروي القصص للزائر بحيث أنه هو يتمشى في القاعات دون الحاجة إلى أي مرشد. صحيح. كل حاجة يقدر يشوفها، يقدر يسمعها، يقدر يقراها متاحة. نعم. التفاعلية موجودة داخل المتحف في كل الأركان، ويستطيع مثل ما ذكرت الزائر أنه يتوصل للمعلومة والمعرفة من خلال بعض الأمور المكتوبة على الأجهزة وعلى المعروضات واللقى الأثرية. كل الشكر لك المهندس اليقظان بن عبد الله الحارثي، مدير عام متحف عمان عبر الزمان. كل الشكر. أحسنت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. إذن كانت هذه وقفتنا الأولى، وإحنا أكيد عندنا وقفات كثيرة، ولكن حابين أيضا نأخذكم في جولة. في داخل جولة نعم. نبحر فيها في مرافق متحف عمان عبر الزمان. هذه المرة سنأخذكم في جولة في قاعة، راح يكون معنا إن شاء الله الآن تقرير عن قاعة عصر النهضة. تقربنا من ما بذل من جهد خلال 50 عام، وما يبذل أيضا إلى الآن كل ما يتعلق بعصر النهضة، وهناك مثل ما ذكرنا قاعة أخرى مرتبطة بالتاريخ. إذن نتابع بعد ذلك لنعود.